اتفاقيات ومحاولات عديدة من دول عربية للتوفيق بين الفصائل الفلسطينية، آخرها الاتفاق الذي حصل في الجزائر وما سمي بإعلان الجزائر. الاتفاقات والمحاولات السابقة باءت بالفشل، فهل يكون واقع إعلان الجزائر مخالفا لذلك؟ ما هي أسباب فشل الاتفاقيات السابقة وكيفية الخروج والوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية متفق عليها؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من ندوة المغاربية تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن. قبل نحو أسبوع وقعت الفصائل الفلسطينية على رأسها حركتي فتح وحماس واثني عشر فصيلا آخر اتفاقا جديدا للمصالحة برعاية جزائرية، وخلافا للمرات السابقة التي كانت فيها الوساطة منحصرة في مصر أو قطر. ورغم هذا الإعلان لا يبدو الشارع الفلسطيني مهتما بالاتفاق، ربما بسبب حالة اليأس التي عليها الفلسطينيون نتيجة الاتفاقيات القديمة بين فتح وحماس خصوصا منذ عام 2005 والتي لم تأتي بنتيجة تذكر. وبرغم الهدوء الذي ظهر على الفرقاء الفلسطينيين في الجزائر، إلا أن ذلك الهدوء يخفي خلافا مركزيا وفق متابعين، خلاف بين الفصائل الفلسطينية طبعا خاصة بخصوص حكومة الوحدة الوطنية التي ستتشكل بناء على هذا الاتفاق. فما هي العوامل التي تجعل الفلسطينيين غير مهتمين كثيرا بالاتفاق الجديد؟ وما هي أسباب فشل كل محاولات التقريب بين الفصائل الفلسطينية؟ وكيف يمكن التقريب بين وجهات النظر المختلفة لإحداث شروط جديدة لإنجاح الحوار الفلسطيني؟ وهل تلعب القيادات الفلسطينية الموجودة على الساحة اليوم دور التقريب أم دور التنفير؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا ستكون محور حديثنا في ندوة المغاربية بعد أن نتابع التقرير التالي. تكرر المشهد وحشدت له الجهود، مصالحة فلسطينية تقوي عضدهم ضد المحتل الإسرائيلي، لكنها على عدد مراتها وتنوع جهاتها تتوارى بها الخلافات من جديد. الصف الفلسطيني المقسوم منذ نحو عقدين تراجع بالقضية بشقيها السياسي والمقاومة وفق مراقبين. في القاهرة والرياض وصنعاء والدوحة وإسطنبول والجزائر حضر الفرقاء الفلسطينيون، ولكن غاب توافقهم لأكثر من سبب، بينها ما يراه مراقبون أنها مصالحات تصب في مصالح من يرعونها خدمة لأنفسهم لا خدمة للقضية. ثم يرى كثيرون سببا آخر يخص ارتهان قرار السلطة الفلسطينية للمحتل الإسرائيلي واستمرار التنسيق الأمني معه، وحتى ما تعلق بإجراء الانتخابات في الداخل الفلسطيني المحتل، أمر ترفضه بقية الفصائل وتعده طعنا في الاتفاق. ما يحول دون نجاح المصالحات أيضا النظر إلى المقاومة على أنها أسلوب تحرري، وإيمان السلطة بطريق المفاوضات سبيلا لحل الدولتين ونيل الحقوق الفلسطينية على طوله والتواء مسالكه وتلاعب المحتل فيه بحقوق الفلسطينيين والتمادي في بناء المستوطنات والتضييق على أصحاب الأرض والاعتداء على حريات العبادة في المسجد الأقصى وتمكين المستوطنين منه لم يفضي إلى حل. تلك نقطة باتت تربط الضفة الغربية بغزة مباشرة من بعد حرب غزة الأخيرة الصيف الماضي على خلفية الاعتداءات على الأقصى. الرابط على جأش المصالحة في السنوات الأخيرة فجاجة المحتل في الداخل ولي شبان الداخل يد السلطة الأمنية من التعاون مع نظيرتها الإسرائيلية على ما يراه مراقبون، إضافة إلى اتفاقيات التطبيع الساحبة لبساط الدعم للقضية لصالح المحتل. نقاط الخلاف تطغى على نقاط الالتقاء،
لكنها على قلتها تربط على هدف واحد، دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مقولة إن لم تتضافر الجهود وتقفز على الخلافات للظفر بها قد تمحوها الخلافات وتخط ما يخدم المحتل وحده على أنقاض القضية والمختلفون بشأن التفاصيل فيها. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيوفي من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من نيوجيرسي الدكتور عبد الحميد صيام الأستاذ الجامعي والخبير الأممي. مرحبا بك دكتور وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة معنا. كما ينضم إلينا من الدوحة الأستاذ الجامعي الدكتور أديب زيادة. دكتور أديب مرحبا بك وشكرا جزيلا قبول الدعوة والمشاركة. من تونس كذلك الدكتور لمين البوعزيزي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور لمين مرحبا بك وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. ودعني أبدأ معك دكتور عبد الحميد صيام بخصوص هذا السؤال المطروح، يعني في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، بل في كل مناسبة يلتقي فيها الفلسطينيون سواء في الداخل أو في الخارج مع كل وساطة عربية يطرح نفس السؤال: ما نتيجة هذه اللقاءات؟ ما نتيجة هذه الاتفاقات؟ ما نتيجة هذه الإعلانات مثل إعلان الجزائر الأخير؟ لماذا لا يرى الفلسطينيون نتيجة حقيقية ملموسة على واقع الأرض؟ شكرا سيد سمير، تحية لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. يعني أهمية ما جرى في الجزائر أنه جرى في الجزائر، لأن الجزائر دولة تتمتع باحترام شديد لدى الشعب الفلسطيني، يختلفون على كل شيء لكن لا يختلفون على احترام الجزائر شعبا ودولة وقيادة. الجزائر بحاجة لمثل هذا الاتفاق قبل القمة لتقدم للدول العربية ورؤسائها و مسؤوليها بأن الحجة التي يستخدمونها في التطبيع وفي الاستمرار في الشق العربي والتوجه نحو إقامة علاقات مع الصهاينة هي الانقسام الفلسطيني، ولذلك أحبت الجزائر أن تقدم مثل هذا الاتفاق قبل القمة لتقول لهم كفاكم استخداما للانقسام الفلسطيني، ها أنا قدمت لكم اتفاقية وحدة وطنية فلسطينية. هذا من حيث الشكل، ولذلك هو مهم، توقيته مهم، والمكان الذي عقد فيه أيضا مهم. لكن نعود إلى جوهر الخلافات الفلسطينية. المسألة ليست بالتوقيع، المسألة هناك اختلاف في الرؤى، اختلاف في البرامج، واختلاف في الوسائل. ففي الساحة الفلسطينية نهجان، نهج يدعو إلى المفاوضات والتي يرى أصحاب هذا النهج أنها ستوصل إلى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونهج يرى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالمقاومة، والمقاومة بكافة أشكالها ليس بالضرورة فقط استخدام السلاح. لقد أثبتت الأيام والسنوات منذ أوسلو إلى اليوم بأن نهج المفاوضات نهج كارثي ساهم أو خدم الكيان الصهيوني أكثر من أي شيء آخر. إن اتفاقية أوسلو التي وقع عليها الفلسطينيون أعطت ذريعة للكيان الصهيوني أن يستولي على مزيد من الأرض وأن يبني أكثر مستوطنات وأن ينقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن يزج بعشرات الألوف في السجن وأن يهود القدس وأن يستخدم القوة المفرطة تحت حجة انتهاك الاتفاقيات وأن يحول السلطة الفلسطينية التي كان من المفروض أن تكون مرحلة انتقالية للوصول إلى الدولة المستقلة مدتها 5 سنوات. نعم. تحولت هذه السلطة إلى جهاز أمني يخدم أمن العدو ولا يخدم الشعب الفلسطيني. لذلك الحقيقة أن الشعب الفلسطيني لا يرى كثيرا في هذا الاتفاق مخرجا من الأزمة الخانقة. البداية يجب أن تكون من الخروج من أوسلو، البداية يجب أن يغلق ملف المفاوضات العبثية التي أوصلتنا إلى مثل هذا الوضع الكارثي على الساحة الفلسطينية. دكتور زيادة، برغم أهمية
الاتفاق وأهمية المكان كما أشار دكتور صيام اللي هي الجزائر واحترام الجزائر عند الفلسطينيين عموما، إلا أن التفاعل مع إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية كان باردا ممكن نقول، لم يكن هناك اهتمام كبير. ما تفسير حالة اليأس في الشارع الفلسطيني هذا؟ خلاف حول مسألة مكانة الجزائر في العقل والقلب الفلسطيني وربما العربي عموما، ولا أشك أبدا بأنه الجزائر لها احترامها كما تفضل الدكتور عبد الحميد في لدى كافة الفصائل، لدى كافة أبناء الشعب الفلسطيني، لكن حقيقة أنا لا أرى أبدا أي أهمية للاتفاق نفسه. أنا أرى أن الاتفاق ما كان ينبغي أن يكون، بمعنى توقيع آخر على اتفاق جديد ما كان لهذا الأمر أن يتم، لأنه سيزيد ربما من حالة الإحباط في الشارع الفلسطيني، وسيقلل حقيقة من قيمة وأهمية الفصائل الفلسطينية وتحديدا فصائل المقاومة في العقل الجمعي الفلسطيني عموما. يعني إذا نظرت إلى الساحة الفلسطينية للشارع الفلسطيني نظر إلى الموضوع ببرودة هائلة جدا وبنوع من السخرية، وأنا تابعت وسائل التواصل الاجتماعي وتحدث الكثيرون بنوع من السخرية والاستهزاء بما حصل حقيقة، وهذا بيقلل يعني من أهمية الفصائل الفلسطينية لدى الفصائل المقاومة الفلسطينية تحديدا في عيون الشارع الفلسطيني. لذلك ما كان للاتفاق أن يكون، كان ربما الاستجابة للدعوة الجزائرية أن تتم حقيقة بشكل مختلف عما جرت عليه الأمور. يعني كان بالإمكان أن نقول للجزائر نعم نحن معكم وسنكون معكم وسنضع أيدينا بأيديكم لتنفيذ كل القرارات التي كل الاتفاقيات التي اتفقنا عليها فيما مضى، ليكن لي أحدهم ما هو الجديد في هذا الاتفاق. أنا تابعت الاتفاق هذا ورجعت كل الاتفاقات السابقة ابتداء من اتفاق القاهرة، اتفاق مكة، اتفاق الدوحة، اتفاق الشاطئ، اتفاق اسطنبول، كل الاتفاقات تكاد تقول بأنه حرفا بحرف، كلمة بكلمة، بند ببند، نسخة طبق الأصل عما جرى من 2005 ل 2005 وحتى هذه اللحظة نحن نكرر نفس ونجترح ونكرر نفس العبارات، نفس القضايا، نفس البنود، نفس الكلمات. لذلك لا أرى أبدا، بالعكس أنا أرى أنه هذا يعني يزيد إحباط الشارع الفلسطيني، يقلل من أهمية ومن قيمة الفصائل الفلسطينية، ويقلل حتى من الكلمات المستخدمة، يقلل من قيمة شيء اسمه مصالحة، ويقلل من قيمة شيء اسمه الإنهاء الانقسام، ويقلل من شيء اسمه قيمة شيء اسمه مقاومة فلسطينية وما إلى ذلك. لذلك هذا الأمر ما كان ينبغي أن يكون، وأرى أنه من الخطأ ذهاب الفصائل وعلى رأسها ربما حماس تحديدا وبعض الفصائل الأخرى المقاومة على الساحة الفلسطينية بهذا الاتجاه، لأنه هي المتضررة الأساسية من وراء ما حصل. يعني الأهمية التي نظر لها في الموضوع هو ربما زي ما تفضل الدكتور عبد الحميد الناحية الشكلية، ولا أرى أن هناك قيمة كبيرة، لأن العرب الذين يذهبون إلى التطبيع الآن مع الكيان الصهيوني لا ينظرون، وحقيقة حقيقة موقفهم ليس نابعا من أنه والله حالة الفلسطينيين في انقسام وما إلى ذلك. يعني أيام ما كان في هناك وحدة فلسطينية كان وضع العرب أفضل، كان وضع ربما الدول العربية وقلبها مع القضية الفلسطينية وشغل الشارع على القضية الفلسطينية أكبر. أنا لا أعتقد ذلك. لذلك أرى أنه حصل ما حصل، وأعتقد أنه ما حصل هو عبارة عن ملف آخر أضيف إلى ملفات سابقة تراكمت منذ العام 2005 وحتى الآن حدود 10 اتفاقات. ما هل يعقل أنه 10 اتفاقات تبرمها الفصائل الفلسطينية من جلال عظمتها ولا تطبق أي من هذه الاتفاقيات؟ وآخرها كان اتفاق اسطنبول. ما الذي جرى في اسطنبول؟ في اسطنبول كان هناك اتفاق على الانتخابات، كان هناك اتفاق على حكومة، كان هناك اتفاق على مجلس وطني فلسطيني، وذهبنا واستعد الشارع الفلسطيني واستعدت كل الفصائل الفلسطينية وبدأ العمل على الأرض، وفي آخر لحظة جاء القرار من سيد القرار في رام الله بأنه يبطل كل هذه الجهود كلها وينفذ كل هذا النفخ في البالون اللي اسمه بالون يعني إنهاء الانكسار أو بالون المصالح. لذلك أرى حقيقة أنه ما حصل هو خطأ.
ليس لم يكن في مكاني جيد. وكان ينبغي أن نقول للجزائر نحن معكم وسنقف إلى جانبكم في تطبيق وتنفيذ القرار. إذا كانوا حقيقة جادين في أنه يخرجوا الحالة الفلسطينية من عنق الزجاج التي تقف فيها حاليا، فعليهم أن يعملوا باتجاه إجبار أو حمل السلطة في رام الله على تقديم ما ينبغي تقديمه في هذه المسألة. الشارع الفلسطيني والوجهة الفلسطينية واضح أنها باتجاه مختلف تماما. نرى على الأرض الآن المقاومة مشتعلة، نرى الشهداء يتقدمون ويتساقطون يوما بعد يوم، نرى هناك مقاومة لم يثبت خلال على الأقل السنوات الماضية، 10 سنوات الماضية لم نجد هذه الضائهة تتشكل في الضفة الغربية، والاعتداءات الصهيونية نجدها على أكمل وجهها. نعم واضح دكتور. واضح دكتور زياد أديب، سأعود إليك بعد قليل. دكتور لمين البوعزيزي، يعني مسار طويل كما كان يذكر الأساتذة لمحاولات المصالحة خارج الحدود الفلسطينية في القاهرة أكثر من مرة، 2007 كان في السعودية، حتى صنعاء كذلك يعني كان فيها اتفاق مصالحة، الجزائر آخر الاتفاقات، وأنظمة عربية كثيرة حتى تلك التي لم تستضف فرصة الفلسطينية ولم تسعى للمصالحة، لكنها في ذات الوقت تستعمل أو تتحدث عن ضرورة التوافق الفلسطيني، عن القضية الفلسطينية وضرورة نصرة القضية الفلسطينية. الجامعة العربية نفسها تتحدث عن القضية الفلسطينية وأنها قضية مركزية لكل العرب وغيره، لكن لا شيء يتحقق في أرض الواقع. برأيك استعمال الأنظمة، البعض سماها المتاجرة بالقضية الفلسطينية أو التوظيف السياسي للقضية الفلسطينية من كثير من الزعماء في تونس، قيس سعيد في أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية 2019 كان يتحدث ويقول التطبيع خيانة، بعد ذلك سكت الرجل وليس هناك أي موقف رسمي ساند للمقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية. كثير من هؤلاء هذه النماذج في العالم العربي، لماذا فعلا يستعمل القادة العرب القضية الفلسطينية لأي أغراض؟ هل هم جادون فعلا في حل هذه الخلافات ومساعدة الفلسطينيين القادة السياسيين طبعا للوصول إلى نقاط مشتركة، إلى توافق معين؟ شكرا سمير، تحية ليك، تحية لضيوفك الكرام، تحية لكل مشاهديكم، وأشكركم على الدعوة للحديث في يعني الحق الفلسطيني الذي ربما يعني أقول كبرنا وانخرطنا في الشأن العام من بوابة الإسناد المقاومة، وهنا أنطلق لإجابتكم. أخي، القضية الفلسطينية، الحق الفلسطيني والحق العربي يعني انتصارا أو هزيمة ارتبطا مع بعضهما منذ ما عرف بسايكس بيكو الذي تزامن مع يعني وعد بلفور. بعد الحرب العالمية الثانية وعد بلفور تحول إلى إعلان كيان ما يسمى بالكيان الصهيوني، وما يعرف بسايكس بيكو أصبح يسمى الجامعة العربية. ما عرف بالحرب العربية الإسرائيلية يعني بين ضفرين، الأولى التي سميت يعني بالنكبة، بعد ذلك الحرب الأخرى التي سميت بالنكسة، كلها تجيب الارتباط الحق العربي في تقرير المصير والحق الفلسطيني في يعني الحرية في تقرير المصير والخلاص من أشنع وآخر يعني نموذج لما يعرف بالاستعمار الاستيطاني الإبادي. هذا يعني حسم في أستراليا وحسم في ما يسمى بأمريكا، للأسف يعني يعني انتصار الغزاة على ما يعرف الشعوب الأصلية. تعرفوا من تسوية تاريخية تمت في جنوب أفريقيا، لكن المعركة ما زالت حية في مربع يعني المقاومة. أصحاب الأرض لم يستسلموا والغزاة لم يستسلموا، وأنا أتحدث عن يعني فلسطين. ارتباط يعني فلسطين بالعرب مسألة جوهرية وليست مسألة إيديولوجية. كيف، وهنا سؤالكم دكتور سمير، كيف تعامل الحكام العرب أو لماذا يتعاملون مع الحق الفلسطيني؟ أخي، كم من أنظمة عربية وصلت إلى السلطة باسم فلسطين؟
الحاكم العربي يتحدث عن فلسطين ليكسب بعض الشرعية في نفوس يعني من يتسلط عليهم. الحاكم العربي ينخرط، وأنا أتذكر نظام زين العابدين بن علي، يعني كان يمنع كل يعني أنواع التظاهر في الشوارع، لكن يسمح فقط بالتظاهر نصرة للقضية الفلسطينية. لم يكن حبا وانتصارا للمقاومة وانتصارا لفلسطين، وإنما هي فرصة لتفريغ الاحتقان الداخلي يعني نحو الخارج. وبالتالي النظام الرسمي العربي تعامل مع الحق الفلسطيني من زاوية سلطوية، إما بحثا عن مشروعية في نفوس من يتسلط عليهم، وإما تفريغا للغضب الداخلي نحو ما يعرف يعني بقضية وكأنه تصريف يعني خارجي، وإما أن يعني تقريبا قمعا يعني لشعوب باسم لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. تعامل النظام الرسمي العربي مع فلسطين يعني لا صدق، يعني لا صدقية فيه. وبالتالي أخي في لحظة ما، ومعك الأساتذة الأجلاء قد يعطونا بالتفصيل، النظام الرسمي العربي على مدار العقود الماضية تقريبا كل نظام حاول يكون عنده موطأ قدم في المقاومة. نعم. وما فلق صفوف المقاومة وتشظي عشرات العناوين إلا بصمة من بصمات النظام الرسمي العربي. وهنا من فضلك قبل ما أختم يعني سامحني في يعني في ثواني. نعم. رمزية الجزائر بغض النظر عن تقييم نظام الجزائر، نحن نتحدث كعرب من خارج الجزائر، المسألة لها رمزيات كبيرة، لكن للأسف في ظل يعني واقع عربي مستسلم وواقع مطبع. عندما تقول الجزائر تقول رمزية يعني المغاربة، وعندما تقول المغاربة يعني المشرق والمغرب. أنا أعود بك إلى زمن صلاح الدين الأيوبي وما ذكر باب المغاربة. وبالتالي ساكنة هذا الثغر أو هذا الرباط يعني المغرب الكبير أو اتحاد المغارب في نفوس مشرقنا وفي نفوس شعبنا في فلسطين دائما يستحضر الهبة. نعم. يعني شعوب أو يعني بلاد المغرب أو المغاربة. المسألة الثانية، عندما تقول الجزائر نموذج في التحرر من استعمار استيطاني يعني دام قرن وثلث القرن، وبالتالي الذهاب إلى الجزائر رمزيا مشبع بالرمزيات. نعم. لكن للأسف في لحظة أن النظام الرسمي العربي يعني مستسلم بالكامل ويتبجح، كانوا تقريبا يطبعون خفية، الآن يعني فيه فجور، معناها فيه يعني تقريب تطبيع وقح. وبالتالي أن الأمر، أنا لا أعتقد أن الذهاب إلى الجزائر وقبول الجزائر هو الترميم يعني الرمزيات أكثر منه أنه باش تكون عنده نتائج على. نعم صحيح. على الأرض. لكن دائما تبقى الجزائر هي جزء من النظام العربي في كل حالات، والقيادة السياسية هي جزء من هذا النظام العربي الذي كنت تنتقده، والذي عادة ما يوظف هذه القضية الفلسطينية لأغراض سياسية قد تكون في معظمها داخلية. قبل أن أعود للدكتور عبد الحميد الصيام، نتابع عرضا سريعا لأهم المواعيد التي وقع فيها اجتماع للفصائل الفلسطينية في منذ 2005 حتى يومنا هذا، ثم نعود للتعليق. We'll be right back.
دكتور صيام، أعود لك لمحاولة فهم ربما أعمق وأوضح لأسباب الخلاف. هل هو فقط في مقاربة اتفاق أوسلو والموقف منه، أم أن هناك خلافات أخرى أو أسباب أخرى أعمق وتتسبب في دوام واستمرار هذا الخلاف برغم المحاولات المتكررة التي كنا نعرض جزءا منها؟ سيدي، الخلافات في الساحة الفلسطينية ولدت مع ولادة الثورة الفلسطينية. لم يكن هناك يوم واحد لم يكن هناك خلافات. هناك نهجان في الساحة الفلسطينية منذ البداية. نهج المقاومة، والذي يرى أنه لا يمكن حسم هذا الصراع إلا بالقوة، بالكفاح المسلح، باستخدام كل الوسائل لإجبار هذا العدو على التراجع، لإجباره أن يقدم تنازلات، ولا يمكن أن يكون هناك أي انتصار حقيقي إلا إذا فرضته موازين القوى على هذا العدو. وهذه تجارب الشعوب جميعها. لم يكن هناك شعب فعلا انتصر فقط بالمفاوضات. أما المدرسة الثانية داخل الساحة الفلسطينية، وهي التي تقول بالعكس ممكن أن نحقق شيئا بالمفاوضات، وسميت في البداية تحقيق سلطة وطنية، ثم نتابع، وسمي البرنامج المرحلي، نتابع الكفاح المسلح لتحرير بقية فلسطين. وهذه الخدعة الكبرى والتي تم تثبيتها في المؤتمر مجلس الوطن الفلسطيني 12 1974 في القاهرة. منذ ذلك الوقت وبدأت المسارات تبتعد أكثر، أي أن الذين يريدون أن يحلوا الصراع عن طريق التسوية بدأوا يقتربون أكثر وأكثر من المعسكر المدعوم أمريكيا ومن ما كان يسمى الرجعية العربية بقيادة السعودية والمغرب والأردن ومصر السادات إلى آخره. والجهة الأخرى بدأت تجد نفسها إما معزولة أو عليها ضغوطات أو كذا حتى لا تمارس الكفاح المسلح. وحتى هذه الخلافات دخلت داخل الفصيل الواحد، وليس فقط بين فتح وحماس أو بين الجبهة الشعبية وفتح، بل داخل حركة فتح نفسها. يعني في حركة فتح تعرضت لانشقاق كبير عام 1983 نتيجة هذين النهجين. فالنهج الأول الذي يريد التسوية ويريد أن يرتبط بالنظام العربي الذي أخذ الثورة وهاجر من بيروت إلى المنافي، والجزء الثاني من داخل حركة فتح رفض هذا النهج وأصر أن يبقى على تماس مع العدو الصهيوني في أرض سوريا ولبنان. وبالتالي كان هذا الانشقاق الأكبر داخل حركة فتح. استمر هذا النهج، لكن بعد خروج الثورة الفلسطينية من لبنان عام 1982 تغول النهج التسوي، أصبح هو صاحب القرار، أصبح مدعوما من الدول الرجعية، ليس فقط سياسيا بل أيضا ماليا وبقوة كبرى وباستخدام الأجهزة الأمنية أيضا. وبدأ يتساوق مع الأنظمة العربية. كان يظن خاصة بعد حرب أكتوبر كما طرح عليهم السادات بأن موازين القوى الآن جاهزة لإنتاج أو للخروج بدولة فلسطينية مستقلة. وهذه هذه اللعبة الكبرى. بعد أن قبلت القيادة الفلسطينية فكرة الدولتين واعترفت في عام 1988 وفي الجزائر فيما سمي بإعلان الاستقلال، اعترفت بقرار 242 كحل أساسي للتسوية، وأقرت بعدم جواز استخدام العنف والإرهاب، هذا نص مكتوب نصا، وبحق دول المنطقة جميعها بالعيش في سلام وفي حدود آمنة، أي الاعتراف بالكيان الصهيوني. وكان هذا بداية الانحراف الكبير، أي التنازل عن الجزء الأكبر من فلسطين، يعني فلسطين التاريخية، والقبول بدولة فقط في الضفة الغربية وغزة والتي لا تعادل 22%. هذا المدخل. إذا دخلت القيادة من هذا الباب إلى أوسلو. أوسلو وضع كل ما تريده إسرائيل بالنص حرفيا، أن التخلي عن الكفاح المسلح واعتباره إرهاب وضرورة ضبط للساحة الفلسطينية والاعتراف بحق إسرائيل، كل ذلك مفصل. أما الحقوق الوطنية الفلسطينية لم يأتي على ذكرها،
كلها وعود غامضة لم تكن واضحة. لذلك أوسلو هي الكارثة الكبرى والتي أدت إلى انشقاق كبير داخل الساحة الفلسطينية. وليس غريبا أن الرد الفلسطيني الحقيقي والشعبي كان في انتخابات 2006 عندما عاقب الشعب الفلسطيني حركة فتح التي قادت هذه المسيرة الكارثية إلى أوسلو، عقبها بانتخاب حركة حماس، ليس حبا في حماس ولا بالضرورة قناعة في أيديولوجيتها، لكنه كان يريد أن يعاقب الذين أوصلوه إلى الأزمة الوجودية التي تعيشها القضية الفلسطينية. إذا نحن نتحدث عن انشراح كبير داخل الساحة الفلسطينية لا يمكن حله بالتحاضن وبتبويس اللحى وبتوقيع الأوراق. أنا أعطيك فقط مثال، أن الذي لا يريد وحدة وطنية حقيقية هو من يرسل عزام الأحمد ليوقع مثل هذا الاتفاق، وهو معروف في الساحة الفلسطينية أنه ضد الوحدة الوطنية. ولو كان هناك فعلا جدية، على الأقل جدية في الموضوع، لذهب عباس نفسه إلى الجزائر ووقع هذه الورقة، ولا ذهب معه محمود العالون نائب حركة مسؤول حركة فتح، ولا ذهب معه جبرين الرجوب الذي فعلا يسعى إلى وحدة وطنية. أما إرسال عزام الأحمد فهو استخفاف حتى في هذا الاجتماع، ولكن بطريقة مؤدبة لأن الموقع هي الجزائر. إذن نحن أمام هذا الوضع الكارثي الذي قادته إلينا أوسلو، ونقطة الخروج من هذه المأساة هي إغلاق ملف أوسلو، وقف التنسيق الأمني، العودة إلى الشعب الفلسطيني، وانتخاب مجلس وطن فلسطيني، ليس انتخابات تشريعية ولا انتخابات رئاسية، بل انتخاب مجلس وطني لل 14 مليون فلسطيني المنتشرين في العالم أجمع. دكتور زيادة، فيما يتعلق بالواقع الفلسطيني داخل الفلسطيني، المواطن الفلسطيني، هل له من تأثير على هذه القيادات السياسية، أم أن هذه القيادات يعني متغولة ومتحكمة بشكل يشبه تحكم الأنظمة العربية، باقي الأنظمة العربية خاصة السلطوية منها في رقابهم، وبالتالي ليس لهم أي قدرة على التأثير على الموقف السياسي الرسمي؟ لا يوجد يأس من مسألة أن الشعب بإمكانه في الوقت الذي يريد أن يضغط على قياداته على وأن يفعل شيئا ويأثر بشكل ما، يستطيع أن يفعل ذلك. لكن نحن نعلم أن هناك تبلور خلال مرحلة أوسلو من سنة 1993 حتى اليوم، أجهزة تحكم وسيطرة في داخل السلطة الفلسطينية مدعومة إسرائيليا ومغطاة دوليا، وهذه تستطيع بأدواتها القمعية أن تقمع كل حركة احتجاجية قوية. وليس أدل على ذلك من أن هناك كل صوت خرج من داخل، حتى حركة فتح نفسها يعلي صوته أمام محمود عباس، تم إقصاؤه ومحاولة إفشاله وتم إخراجه من المشهد تماما. لذلك مسألة التأثير واردة، لكن حقيقة نحن بمعزل عن مسألة التأثير، لأنه حاليا يعني أنا أرى أنه الأمور تتدحرج، فما لم يكن هناك خروج من كل الحالة الموجودة حاليا من قبل اللي فرضتها السلطة الفلسطينية واللي فرضتها أوسلو كما قال الدكتور عبد الحميد، لا أرى أن هناك مخرج سلمي وسياسي في الموضوع. إذا لم نخرج سياسيا من أوسلو ونطوي هذه الصفحة، لا أستطيع أن أقول أن هناك إمكانية لحلول يعني وحدوية بداخل الساحة الفلسطينية. نحن حقيقة باتفاق الجزائر الذي حصل مؤخرا، بدل أن نتقدم إلى الأمام نحن عدنا إلى الخلف. وهناك أمثلة عديدة وردت بعض بنودها في الاتفاق نفسه، مثلا مسألة الدعوة إلى تفعيل الإطار القيادي للفصائل الفلسطينية، هذه مسألة تم الاتفاق عليها منذ العام 2005، يعني تقريبا قبل حدود 20 سنة تم الاتفاق عليها ولم تنفذ سوى مرة واحدة يتيمة، وتم إغلاق هذا الملف. تقدمت الكثير الفصائل الأخرى المقابلة للسلطة، تقدمت بتنازلات عديدة وجوهرية، حقيقة جوهرية، من أجل صياغة شيء اسمه وحدة وطنية ومحاولة تجاوز حالة انفصال وانقسام القائمة حاليا، من خلال مثلا اتفاق 2006، اتفاقية الأسرى أو إعلان اتفاق الأسرى الذي تم آنذاك، وبنيت حكومة وحدة وطنية على أساس الإيمان بالاتفاقية الأسرى. اليوم محمود عباس في
في الاتفاق الأخير اتفاق الجزائر عطل بندا رئيسيا كان سيوضع في الاتفاق يقوم على فكرة بناء حكومة وحدة وطنية، وأضاف لها الشطرة اللي هي عليها خلاف منذ العام 1996 لليوم، اللي هي فكرة الشرعية الدولية والاعتراف بإسرائيل وما إلى ذلك، وأصر على الموضوع هذا، وكاد أن ينفجر اتفاق الجزائر، كاد أن ينفجر في اللحظات الأخيرة لولا انه تم شطب البند نهائيا من الـ من الـ من الـ من, الـ من, الـ من الاعلان. وانا بقول حقيقه الاخراج هذا البند تحديدا من الاعلان افقدوا جوهر اساسي من المضمون تاعه. عندنا حقيقة المشكلة أنه الذين يذهبون للتفكير بالمصالحة والوحدة الوطنية يذهبون بصناديق مغلقة، ويذهبون يعني بأقفال على نمط محدد من أنماط السلوك الذي اعتادوا عليه طيلة العشرين سنة الماضية في الحديث حول هذه المسألة. أنا أرى أن الأولويات لم تعد ذات الأولويات. نحن الانتخابات جربناها، مسألة الانتخابات التشريعية تحت حراب الاحتلال جربناها، يعني حصلت انتخابات تشريعية والعالم كله شهد بصدقيتها، ولكنه تنكر لها، ولا يوجد أي ضمان ولا يوجد أي مؤشر، وليس فقط ضمان، إنه لو كانت هناك انتخابات وكانت هناك نتائج بنفس السياق سيكون التعامل الدولي أو حتى المحلي الفلسطيني أو العربي الإقليمي سيكون مختلفا بتاتا. لذلك لو كان هناك صدق نوايا حقيقة ينبغي علينا أولا أن نخرج من الصندوق، بمعنى أن هناك أولويات علينا أن نجترحها. أول مسألة اتفاق أوسلو هذا ينبغي أن يطوى صفحته كما طوت إسرائيل عمليا. إسرائيل لم تبقي من اتفاق أوسلو سوى على التنسيق الأمني فقط، بينما يعني بولدوزرها العامل على الأرض يشتغل يوما إثر يوم في قضية الاستيطان، يشتغل في قضية القتل والاعتقال والاضطهاد وما إلى ذلك، وقدم الأرض وتهويد المقدسات، بينما نحن فقط تمسكنا بمسألة التنسيق الأمني وهالرواتب اللي بنعطيها للموظفين، اللي هي أيضا رواتب للأسف مسمومة لأنها تأتي باشتراطات أوروبية، ونحن شهدنا قديش يعني الحالة الفلسطينية كانت تابعة للأسف للأمريكان والأوروبيين في الوقت اللي كانوا يكون فيه هدفية. لذلك علينا أن نتحدث عن مجلس وطني انتقالي حقيقي، مجلس وطني انتقالي حقيقي يهيئ الانتخابات، مجلس وطني عام وشامل يشمل من الفلسطينيين، ونخرج من حديث مسألة الانتخابات التشريعية وانتخابات الداخل الفلسطيني، وإلى ذلك المسألة ما عادت تحتمل. يعني نحن الآن جربنا كل الخطاب مع المجتمع الدولي، جربنا الخطابات بين قوسين التسويوية الأوسلوية السلامية، ولكنها كلها باءت بالفشل. أي خوض بهذا الطريق مجددا سيعيدنا الى نقطه البدايه، وانا ارى انه الذي يعيد يعني كما قالوا اللي بيجرب مجرب عقله مخرب. نحن جربنا كل هذه الحلول، وينبغي طيب. على الاقل الفصائل العاقله، انا بقول هناك فصائل ربما بين قوسين. طيب دكتور اديب، ساعود دكتور لو سمحت لي، بس عاقله في الفصائل الفلسطينيه ينبغي ان تفكر خارج الصندوق. دكتور اديب لا ادري ان كنت تسمعني، ساعود دكتور بعد قليل للحديث حول هذه النقطه، ماذا يجب وما في الامكان فعله الان لإنقاذ على الأقل ما يمكن إنقاذه من هذه الاتفاق، أو إعادة الوحدة لما لا للصف الفلسطيني. دكتور لامين البعزيزي، يعني الواقع الآن والذي هو يصاحب توقيع إعلان الجزائر أن على الأرض في فلسطين هناك بروز وصعود جديد للمقاومة المسلحة، الضفة الغربية التي ظن الاحتلال الإسرائيلي أنه انتهى منها وروضها وأنه سيتفرغ لغزة، تعود الضفة من جديد في جنين، هناك مجموعات مسلحة، جماعة جنين وعارين الأسود وغيرها من هذه المجموعات التي تقوم بعمليات تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي. برأيك هذا الصعود الجديد للمقاومة في الأرض هل سيغير، هل سيكون عامل ضغط إضافي على القيادة السياسية للاتجاه نحو دعم المقاومة التي هي أساس الصف وعودة الصف الفلسطيني؟ ليس كل الفصائل مع اتفاق أوسلو، وليس فقط حماس ضد اتفاق أوسلو، هناك فصائل أخرى كذلك بنفس الموقف. هذا الصعود للمقاومة من جديد هل تراه قادرا على الضغط من جديد على القيادة السياسية لتوفير شروط أكثر للتوافق؟
نعم. هو دكتور سمير أخي، هات يعني نتحدث أو يعني نسأل أنفسنا، متى كف شعبنا داخل يعني فلسطين عن المقاومة؟ تذكرون في كان الضيوف الكرام يتحدثون عن يعني حصار بيروت 82 وإخراج المقاومة، يعني عندما ضربت المقاومة في تلك النظرية التي تتحدث عن دول الطوق والإطباق ويعني محاصرة الكيان الصهيوني، بعد ما ضربت في الأردن، بعد ما قيدت أو يعني شلت أيديها في دمشق، ممنوعة من مصر، بقي يعني معناها تم تذبيحها في الأردن، ما زالت لبنان تم الإجهاز عليها في 82 وكأنه خلالهم الجو، لكن بعد 4 سنوات فتح العالم عينيه على أمر آخر اسمه انتفاضة الحجارة، أطفال الحجارة الذين كبروا ومن الحجارة والمقالع أصبحوا يصنعون صواريخ بدائية لكنها يعني تقض مضاجع الصهاينة، وبالتالي العودة إلى الشعب الفلسطيني، وهنا الأستاذ كان يتحدث ويقول واجب الخروج من يعني نفق معناها أوسلو، لأنه أصلا جزء من أوسلو يعني ركوب البيروقراطية يعني منظمة التحرير الفلسطينية على تضحيات وعلى ذلك الألق الكبير الذي أنجزته الانتفاضة يعني في الداخل، وبالتالي إن ثم حديث عن هزيمة أو شيء من هذا القبيل فهو في نظرية الطوق ويعني محاصرة العدو من دول الطوق، لكن المقاومة من الداخل هي التي قادرة على قلب يعني الموازين وربما إعادة القضية إلى ألقها أنها قضية شعب محتل يتعرض إلى الإبادة. وبالتالي أخي يعني أنا مش يعني لن نتحدث فقط عن يعني عن رام الله، يعني نحن كل عام في ذكرى اغتصاب يعني فلسطين معناها نرى أشقاءنا داخل الخط ما يسمى بالخط الأخضر يعني في تلك التظاهرات العظيمة اللي اسمها حق العودة. وبالتالي الشعب الفلسطيني بمكوناته التاريخية سواء في الشتات يعني او نعم. في يعني داخل غزة رام الله او يعني فلسطين في جزئها التاريخي يعني المحتل، ما زالت الاحساس بانهم يعني فلسطينيون، بالاحساس بان يعني فلسطين يعني محتلة، في الإحساس والاستعداد لضخ ضريبة الدم يعني للمقاومة. هذا كلهم كيف يتحرر؟ ها هو الإشكال أستاذ، كيف معناها يعود الصوت، وهو سؤالك أستاذ سمير، ضغط هذا الشارع المقاوم الوفي على هذا التسلط يعني البيروقراطي الفصائلي في يعني الحقيقة منذ تم تحويل، كما كان الأستاذ يقول لك من انتخاب مجلس وطني أصبحنا نتحدث على انتخابات تشريعية، كان أطفال الحجارة اللي كبروا أصبحوا مقاتلين في أوسلو تحولوا إلى شرطة لقمع المقاومة، وبالتالي المهزلة هي أن النظام الرسمي العربي لاحق المقاومة مش في دول الطوق، لاحقها في الداخل عبر يعني هالمشروع التسويوي هذا والكذب يعني معناها باسم الدولة عفوا، وحتى المساعدات التي تعطى يا أخي فلسطين محتلة، المحتل في كل العالم هو المسؤول عن الناس، يعني لماذا تريحون العدو الصهيوني من هذه المسؤولية ويصبح النظام الرسمي العربي والمقاومة تمول من أعتى النظم الرجعية؟ ما تمت مقاومة منتصرة في التاريخ مولتها نظم رجعية. أذكر الفيتنام عندما ذهبوا إلى المفاوضات في فرنسا، يعني تقريبا عندما أراد أن يصافحه قالوا لا شعبي مازال ما أمرنيش أن يصافحك، حجزوا لهم في يعني في النزول، قالوا لا نحن سنبيت عند طلاب يدرسون هنا لأنه لا يعقل أن نجينا من خنادق يعني كما يقال وتنقلوننا إلى الفنادق. وبالتالي ارتباط أو ربط القضية الفلسطينية بالنظام الرسمي العربي صار فيه تفسيخ، وبالتالي العودة إلى الشعب الفلسطيني والإنصات له وانتخاب مجلس وطني وقيادة من رحمه، قيادات ميدانية وليس قيادات أفسدها النظام الرسمي العربي. نعم دكتور عبد الحميد، أعود إليك فيما يتعلق بداية بهذا العامل الجديد على الأرض، هذه المجموعات الشبابية المقاومة
والتي تحدث ضررا، وآخرها عمليات كثيرة تابعناها باتجاه ومباشرة مستهدفة للجنود الإسرائيليين. ما أهمية هذا التصعيد على الأرض في الضغط على القرارات السياسية وعلى القادة السياسية، ثم بعد ذلك هذه الوجود دكتور صيام التي نراها من كل الفصائل تقريبا والتي تتكرر لسنوات طوال وتتصدر المشهد السياسي لسنوات طوال، هل تساهم في تقريب وجهات النظر وبالتالي في الحل، أم هي جزء كذلك من الأزمة؟ يعني المشهد الآن في فلسطين واضح، هناك قيادة مرتبطة بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي في موضوع ما يسمى التسوية، وهو ما أطلق عليه حل الدولتين، وهو أكبر كذبة في العصر الحديث. يعني يذكرني بالمرأة التي كانت تغلي الحصى لأولادها وتقول لهم انتظروا الطعام سينزل بعد قليل، وهم يبكون من الجوع حتى ناموا من الجوع، والحصى ما زال يغلي ولا يوجد طعام. طبعا المشهد الثاني هو المشهد الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني وصل إلى درجة الانفجار، هذه حقيقة. الكيان الصهيوني بممارساته اليومية، والتي كثير من أبناء الشعب العربي لا يعرفون تفاصيلها، هناك ممارسات لا تصل إلى الإعلام ولا حتى إلى وسائل التواصل الاجتماعي، هناك انتهاكات لا حصر لها، حجز الجثامين، الاعتقالات، محاكمة الأطفال في محاكم عسكرية، سرقة الأعضاء من الشهداء، هدم البيوت، سحب الهويات من المقادسة، قطع الطرق، إذلال الناس على الحواجز. أستطيع أن أتكلم ساعات وساعات من الممارسات الإسرائيلية. الشعب الفلسطيني وصل إلى حالة القهر، ويرى في نفس الوقت أن هذه القيادة متسقة مع الكيان الصهيوني، يتزاورون ويتبادلون الهدايا، ويذهب رموزهم إلى تل أبيب ويلتقون بالمسؤولين الإسرائيليين، ويأتي مسؤولون إسرائيليون إلى رام الله ويلتقون، وكأن الأمور طبيعية، وكأننا على صف واحد، وكأن هناك جهتان متساويتان في القوة. وهذه جريمة في حد ذاتها. لذلك الذي يحدث والذي بدأ من قبل حتى، وأنا أستطيع أن أشير ما حدث في معركة سيف القدس في أيار مايو 2021، عندما انتفض الشعب الفلسطيني كله في القرى والمدن، في اللد والناصرة وأم الفحم وعكا وحيفا وفي كل مكان، مثل ما قام أيضا في نابلس وفي جنين وفي القدس. هذا شعب مناضل، حقيقة شعب مناضل، لأنه يعني أعطى فرصة للقيادة، أعطاهم فرصة. عندما عادوا بأوسلو في عام 94 عادت القيادة، قيل للشعب الفلسطيني إن هذه الاتفاقية ستحضر دولة فلسطينية مستقلة، سيتوقف الاستيطان، سيخرج الأسرى وعددهم بالآلاف، سيتوقف مصادرة الأراضي، وفي خلال 5 سنوات ستقوم الدولة الفلسطينية وعاصمته القدس الشريف، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا المصطلح الذي ظل يتكرر، ليكتشف الشعب الفلسطيني أن هذه الفئة التي جاءت من الخارج هي فئة في معظمها فاسدة، أخذت بطاقات شخصيات مميزة VIP، وبدأت تبتعد عن تماما تنزلق وتبتعد عن آمال وهموم ومصائب الشعب الفلسطيني لتبحث عن مصالحها، وبالتالي وصلنا إلى هذا المأزق. الآن وصلت القناعات لدى كافة الشعب الفلسطيني، وأنا أزور فلسطين باستمرار، يعني زرتها السنة هذه فقط 3 مرات، وسأتوجه مرة أخرى في نوفمبر القادم للزيارة الرابعة، وأسير وأذهب إلى المخيمات وأجلس مع الناس وأسمع منهم. لا أحد يثق بهذه القيادة، الذي يؤيد هذه القيادة فقط هم المستفيدون بطريقة مباشرة من الوظائف التي أمنتها القيادة، والتي يتم تمويلها من الاتحاد الأوروبي ومن الدول العربية ومن الدول الرجعية. كما قلنا، الشعب الفلسطيني وصل إلى قناعة أن هذا الطريق dead end، لا نهاية، لا مخرج منه.
نهائي، يعني سيوصل القضية إلى كارثة حقيقية، وبالتالي بدأ يأخذ الأمور على عاتقه. وللأسف أن هناك أيضا إحباط وعدم إيمان وعدم ثقة في كثير من الفصائل، وهناك خلافات حتى. ولذلك أكثر هذه العمليات وأكثر هؤلاء الشباب يقومون بها على عاتقهم، وهم يحركون الأمور. وما يجري في نابلس موضوع عرين الأسود من كل الفصائل ومن غير الفصائل، هي شباب البلد يريدون أن يحموا بلدهم، يريدون أن يحموا عائلاتهم، هذا الذي يحصل، وهذا هو الطريق الصحيح. لن يحرر فلسطين، لن تقوم الدولة الفلسطينية إلا بالمقاومة الشعبية المتعاظمة المتواصلة المستمرة وبكافة الأشكال، يعني كل أشكال المقاومة. يجب أن يتم توظيفها من البي دي أس، يعني المقاطعة، إلى الفن والشعر والأدب وكل شيء، كل شيء هو يجب أن يخدم فكرة المقاومة بمعناها الشعر. الدكتور، باختصار أنت يعني أفهم من كلامك أنه ما فيش حل إلا المقاومة، وهي التي ستحرر فلسطين. طيب، هذه المقاومة وهذه الوسيلة التي عموم الشعب الفلسطيني يؤمن بها بعدما ترك الفرصة كما ذكرت حضرتك للقيادات السياسية والتي أظهرت فشلها، هل ستجد هذه الوسيلة، وسيلة المقاومة، دعما عربيا أم أنها لا تحتاج للدعم العربي الرسمي؟ أقصد لا يريد الشعب الفلسطيني دعم رسمي. يعني هناك بعض الدول التي يجب أن نرفع لها القبعة، يعني ما زالت ملتزمة بقضية فلسطين، أذكر الجزائر وأذكر تونس وأذكر الكويت، يعني هذا لا نشك في ذلك. لكن الشعوب العربية مع الشعب الفلسطيني، الشعب الأردني لو فتحت له الحدود لدخل إلى الحدود مليون إنسان في نفس اليوم للمقاومة، لو فتحت الطرق للمتطوعين العرب، الشعوب مع القضية الفلسطينية. الذي يحرك الشعوب العربية هي المقاومة، والمقاومة تجعل الأنظمة المستبدة والأنظمة المطبعة تختبئ في الجحور. عندما يكون هناك مواجهات تختبئ هذه القيادات في الجحور، حتى القيادات الفلسطينية المهرولة أيضا تختبئ في الجحور. المهم أن يكون الاحتلال مكلفا. الاحتلال الآن مشروع ربحي، إسرائيل تبيع أكثر من 6 مليار دولار في الأراضي المحتلة، يجب أن يكون الاحتلال مكلفا، وهذا ما حدث في انتفاضة 87 عندما أصبح الاحتلال مكلفا. جاء شولتز وزير الخارجية الأمريكي هرع إلى لقاء الفلسطينيين ليحتوي الانتفاضة، وعندما لم يستطيعوا احتواء الانتفاضة الأولى بعد كل القمع وتكسير العظام وإلى آخر ونصائح كيسنجر، اضطروا أن يجلسوا مع قيادات الشعب الفلسطيني الوطنية في الداخل، حيدر عبد الشافي وفيصل الحسيني وحنان عشراوي وكل هؤلاء وصابع عرقات جلسوا معهم، وكان قضية إنهاء الاستيطان ووقف وعودة اللاجئين والقدس قضايا محسومة. أوسلو التف على هذه القضايا وذهب ليوقع اتفاقية كارثية لا أحد يوقعها فعلا وله علاقة بالشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد صيام، الأستاذ الجامعي والخبير في الأمم المتحدة، كنت معي من نيوجيرسي في الولايات المتحدة، على كل مشاركة وكل هذه الإيضاحات. دكتور أديب زيادة، أعود إليك مرة أخرى، نعود للحديث على النظام العربي الرسمي. واقع في فلسطين يتغير لصالح المقاومة، ممكن نقول انطلاقا من الأحداث الأخيرة، شباب لا علاقة له ربما حتى بالفصائل يبادر بنفسه مقتنعا أن هذا هو الوسيلة الوحيدة، شعب فلسطيني يدعم أولئك الشباب ويخرج بعشرات ومئات الألاف في جنازة الشهداء الذين يسقطون بعد عملية فدائية. هناك دعم شعبي فلسطيني وعربي كما نتابع، لكن النظام العربي برأيك هل سيتناسق مع هذا الدعم؟ هل سينحني لهذه العاصفة؟ أم أن له أوراقا أخرى يمكن أن يستعملها لإيقاف هذه المقاومة وإعادة الجميع إلى المربع الأول، مربع المفاوضات، الذي يستفيد هو منه، هذه الأنظمة العربية تستفيد منه، بقاؤها كذلك كثير منها مرتهن
لاستمرار المفاوضات بين الفلسطينيين، وإذا قامت المقاومة فإنه قد لا يبقى لهم ورقة تسندهم في قراراتهم في بقائهم. هل ترى النظام العربي الرسمي، كيف ترى موقف النظام العربي الرسمي من هذه المقاومة المتصاعدة؟ دكتور لا أسمعك، صوت لا يصل. أنا أقول أنه لا أرى أن هناك اختلافا كبيرا عما كان عليه الموقف العربي عموما خلال الفترة السابقة منذ توقيع أوسلو. نحن نعلم أنه النظام العربي منسجم تماما مع كينونة، مع ذاتيته، منسجم مع حاله، هو يعني يسير وفق المنطق المنسجم مع أوسلو والمنسجم مع الاتفاقات التي حصلت، وهو احتضنها واحتضن السلطة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية حقيقة تمثل أداة هذا النظام العربي على الأرض الفلسطينية، ولا يوجد هناك احتكاك مباشر بين النظام العربي وبين الحالة الفلسطينية في الداخل إلا من خلال أداته اللي متمثلة في السلطة الفلسطينية. والسلطة الفلسطينية لديها كل أدوات، للأسف كل أدوات الأنظمة العربية القمعية في التعامل مع ظاهرة المقاومة الفلسطينية. ما شهدناه مؤخرا حقيقة هو خروج عن المعهود الذي درجت عليه الحالة خلال الفترة السابقة، وهو نابع من أنه وصلت السلطة الفلسطينية وأجهزات الأمنية لقناعة بأنه ما يراد منهم فقط هو أن يكونوا موظفين وخدم لأمن الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك بدأوا يتركون هامش من المناورة لدى الشارع الفلسطيني والمقاومين الفلسطينيين أن يقوموا هم بأنفسهم يعني توصيل رسالة ربما للصهاينة والإسرائيليين. وحتى هذه اللحظة وأنا أتكلم معك يعني انطلاقا من يعني المراقبة حقيقية لما يحصل في داخل الفلسطيني، حتى هذه اللحظة لدى الأجهزة الأمنية والسلطة الفلسطينية لا زالت قابضة على الزناد في مسألة متابعة وملاحقة والتنسيق مع الاحتلال بمسألة يعني توقيف أي ظاهرة ربما أن تخرج عن المعهود في العلاقة مع المقاومة. هناك موقف حدي، هناك موقف يعني استراتيجي لدى السلطة الفلسطينية، وعبر عنه محمود عباس في أكثر من محفل بأنه هو ضد العمل المقاوم، ضد استخدام الكفاح المسلح، ضد إطلاق حتى رمي الحجر حتى على الصهاينة والإسرائيليين. لذلك هل سيوظف هذه الأدوات غدا لقمع سواء كان عرين الأسود أو الخلايا في جنين أو غيرها؟ لازلنا حقيقة قاعدين على قلوبنا من أنه ربما نعم يفعلون هذه الأدوات في لحظة ما ويقومون بما كانوا يقومون به عبر 20 سنة ماضية. وحتى هذه اللحظة على كل حال، حتى هذه اللحظة هناك أخبار وهناك أحاديث تتحدث عن اعتقالات سياسية حتى هذه اللحظة، يعني أمس وأول أمس وقبلها، وهناك الآن معتقلون سياسيون في السجون السلطة الفلسطينية، وهؤلاء المعتقلون السياسيون معتقلون على خلفيات المقاومة. ربما اختلف المسألة حاليا أنه هناك غياب للراية الخضراء، بمعنى راية حركة حماس اللي هي تشكل بالنسبة للسلطة الفلسطينية النقيض المباشر الوجودي في تصورها على أراضي الضفة الغربية. كونها الراية الخضراء الآن مش موجودة على يعني على رأس المقاومين حاليا في نابلس أو في جنين، لذلك نجد السلطة إلى حد ما أرخت الحبل نسبيا للمقاومين كي نعم. يقوموا نعم. به حاليا في عملية الدفاع ودفع حقيقة أكثر منه عملية هجوم واستهداف لإسرائيل. دكتور أديب، باختصار الأنظمة العربية الرسمية ما هو موقفها أو كيف تتوقع أن يكون موقفها من هذه العمليات أو صعود عمليات المقاومة داخل فلسطين؟ موقف الأنظمة العربية أنا في تصوره هو يعني باستمرار كان نقيضا للمقاومة الفلسطينية، ولم يكن مرحبا بها، ولم يفتح لها حضنة، باستثناء القليل من الأنظمة التي ربما سمحت متنفس لدى حركات المقاومة هنا أو هناك أن يكون لها حضور وتواجد. لذلك الأنظمة العربية هي أنظمة يعني حاسمة أمرها في مسألة الانسجام مع التوجهات الأمريكية والأوروبية والسلطة الفلسطينية في مسألة النهج السلام ونهج التسوية ونهج التصالح ونهج البحث عن حلول سلمية. أما مسألة المقاومة فهي لم تكن يوما
مع المقاومة قلبا وقالبا، وإنما كانت في لحظات ما بعض هذه الأنظمة ربما كانت تغض الطرف هنا أو هناك لاعتبارات تتعلق بموازين قوة في الساحة العربية. لما أما حاليا فلا أرى بأن هناك، خاصة بعد الربيع العربي، هم يدركون أنه يعني ما بعد الربيع العربي ينتظرون ما ينسجم مع توجهاتهم. توجهاتهم لا يخفى على أحد أنها توجهات يعني تنسجم مع النهج التقليدي للدول العربية، المتماشي مع البحث عن حلول سلمية، المتماشي مع البحث عن حلول ربما حتى تطبيعية إلى حد ما عند قسم مهم الآن من الأنظمة العربية. لذلك لا أرى أنه الأنظمة العربية سترحب بالمقاومة الفلسطينية، أنظمة كأنظمة لن ترحب بالمقاومة الفلسطينية، عكس شعوبها الذي نعرفه أنه كل شعوب الأمة العربية قلوبها مع المقاومة، ولو سمحت ولو فتحت لها الفرص أن تكون مع المقاومين على الأرض لما ترددت لحظة. أما الأنظمة فلا أعتقد أنه ستكون مساعدة في هذا، بالعكس ستكون حجر عثرة أمام تقدم أي نوع من المقاومة، سواء كان انطلاقا من الدول العربية أو انطلاقا من الأرض الفلسطينية. شكرا لك دكتور أديب زياد الأستاذ الجامعي، كنت معي من الدوحة، على المشاركة والإفادة. من الجزائر ينضم إلينا الأستاذ ناصر حمددوش، الكاتب والناشط السياسي. أرحب بك أستاذ ناصر وأشكرك جزيلا على المشاركة معنا، وأسألك عن هذه المحاولات التي تقودها أنظمة عربية آخرها النظام الجزائري تحت عنوان توحيد الكلمة الفلسطينية، وحدة الصف الفلسطيني، دعم التوافق والمصالحة الفلسطينية، دعم تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وعناوين طبعا كثيرة. منذ 2005 نسمع نفس الشعارات، تكتب تقريبا نفس البنود لكنها تفشل. حتى في داخل فلسطين لم يكن هناك شعبيا أي تفاعل كبير مع إعلان الجزائر، قوبل ببرود تام، حتى أن البعض اعتبر مصيره مثل مصير باقي الاتفاقات والوساطات العربية التي سبقت. برأيك لماذا تلجأ الأنظمة العربية إلى محاولة التقريب بين الفلسطينيين، وهي تعلم أن أسباب التفرقة بين الفلسطينيين وأسباب الخلافات أعمق بكثير وأكثر بكثير من عناصر الاتفاق؟ لماذا لا يقع التركيز على تقليل هذه العناصر؟ في الجزائر على سبيل المثال دكتور حمددوش، الأخبار والتسريبات تحدثت على أنه الإعلان الجزائر كان كاد لا يكون، يعني بسبب خلافات عميقة بين فتح وحماس، وبعد ذلك وقع اللجوء إلى إلغاء بند كانت إحدى الفصائل تريد إضافته للاتفاق. لماذا السؤال يتعلق بهذه الأنظمة الرسمية العربية التي تحاول بين قوسين استعمال القضية الفلسطينية لدعم وجودها أو للتدليل على أنها تقوم بشيء لقضية مركزية في نفوس وقلوب العرب والمسلمين؟ نعم، شكرا لكم على تناول هذا الموضوع. مرحبا. ولكن أعتقد بأن السياسة تخضع إلى منطق القوة، ولذلك أعتقد أن الأنظمة العربية في عمقها وفي عمق قناعاتها وخياراتها أنها لا تؤمن بالمقاومة المسلحة لعدة اعتبارات، سواء كانت اعتبارات موضوعية وذاتية أو كانت اعتبارات خارجية مرتبطة بموازين القوى الإقليمية والدولية. ولكن أعتقد بأن المقاومة التي فرضت نفسها على الأرض كقوة شعبية وقوة عسكرية وقوة أمنية وقوة حقيقية، يعني أثبتت فاعليتها وحضورها وعمق امتدادها الشعبي لدى الشعب الفلسطيني. هذه القوة على الأرض هي التي فرضت منطق عدم تجاوزها باعتبارها أصبحت عنصرا أساسيا ورئيسيا وتمثل أملا للشعوب المتعلقة بالقضية الفلسطينية تعلقا عقائديا، بأن هذه الفصائل المقاومة هي التي تعبر على ضمير الأمة، وهي التي تعبر على ضمير الشعب الفلسطيني، وهي التي تعبر على حقيقة وجوهر هذا الصراع الوجودي بيننا وبين الكيان الصهيوني. ولذلك
هذه الأنظمة العربية في بعض الحالات تلجأ اضطرارا إلى محاولات لم الشمل والمصالحة الفلسطينية بين مختلف الفصائل لعدة اعتبارات، بما فيها هذا الاعتبار المصلحي لهذه الدول. هناك بعض الدول تستغل هذه القضية الفلسطينية يعني إما لاستعمالها كأداة لإضفاء نوع من الشرعية السياسية عليها، ولتوظيف هذه القضية كبعد قومي وكبعد عربي وكبعد إسلامي، وتسجيل لحضور وتسجيل لنقاط سياسية على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي والدولي. مع أننا في حقيقة الأمر مبادرة يمكن أن تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية، وأنها تعيد لها محوريتها ومركزيتها في جدول الاهتمام، في جدول أعمال الاهتمام العربي والإسلامي، ولا نعدم أي محاولة لعودة هذه القضية. طيب دكتور حمد دوش، لكن الواقع اليوم داخل فلسطين على سبيل المثال من خلال كثير من المقالات التي كتبت بشأن هذا الموضوع، ليس هناك أي تجاوب أو تفاعل إيجابي، هناك حالة يأس برغم إعلان الجزائر، حالة يأس داخل فلسطين من هذه القيادات السياسية التي لم تأتي بجديد. لماذا تنخرط الأنظمة في دعم ممكن ما نسميه بحالة اليأس هذه من مزيد عبر مزيد دعم هذه القيادات السياسية؟ أليس هناك طريق آخر، طريقة أخرى للضغط على هذه القيادات السياسية حتى تكون قريبة من آمال وأحلام الفلسطينيين؟ والله في اعتقادنا بأن صحيح وقعت عدة محاولات وأصبح هذا الموضوع موضوع المصالحة الفلسطينية مسلسل طويل، ويعني هناك عدة مبادرات سابقة وهناك عدة أنظمة عربية تبنت أو قادت هذه المبادرات، ولكن الجميع يعلم بأنها يعني لم تتجاوز مقدار الحبر الذي به تلك الاتفاقيات أو تلك الإعلانات إن صح التعبير. والسبب الجوهري في ذلك واضح جدا، وهو لحد الآن طرفي المعادلة الفلسطينية التي لا يمكن أن يذهبوا مع بعضهم البعض إلى معادلة صفرية وعدمية باعتبارهم شركاء في الوطن، كل منهما يقود مشروعا متناقضا كليا مع الطرف الآخر. يعني هناك المشروع المقاوم، هذا هو المشروع الذي يعبر على ضمير الأمة، يتناقض وتناقض صارخا مع مشروع اتفاق ومسلسل السلام واتفاقيات أوسلو والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني. ومع ذلك كما قلت في اعتقادنا بأن هذا لا يعفي القوى الفلسطينية أنها تجتهد في أن تتعلم من أخطاء الماضي وتصل إلى نقاط مشتركة فيما بينها، لاعتقادنا بأنه فعلا لا يمكن أن تتحرر فلسطين إلا ضمن مشروع وطني تحرري فلسطين. أستاذ حمد دوش، موحد، أليس الموقف الفلسطيني الشعبي في الداخل وحتى الموقف العربي ممكن نقول هذا البرود أقصد في كل هذه المحاولات وكل هذه المشاريع العربية الرسمية للمصالحة وهم يعلمون عمق هذه الخلافات، ألا يعني هذا الموقف البارد شعبيا من كل هذه المبادرات وربما حتى آخرها الموقف الجزائري هو تعبير فلسطيني وعربي كذلك على يأس من هذه القيادات السياسية جميعها سواء المشاركة أو تلك التي تحتضن وتدعو وتشرف على عملية المصالحة؟ والله في اعتقادي أننا لن نكون فلسطينيين أكثر من إخواننا قادة الفصائل الفلسطينية على اختلاف مشاربها ومشاريعها.
فأعتقد أن قادة الفصائل بمختلف انتماءاتها العقدية والإيديولوجية والسياسية هي في حد ذاتها يعني مرحبة بمثل هذه المبادرات وتنخرط فيها وتجتهد على أنها تعطي الصورة الإيجابية للقضية الفلسطينية بعيدا عن الاحتراب أو الاصطدام أو الصراع العدمي بين مكونات الشعب الفلسطيني، حتى وإن كان بعض الفصائل هي مقتنعة بأن لن يكون من الناحية العملية جدوى حقيقية من مثل هذه الاتفاقات، ولكن لا يمكنها أنها تعطي مبررا ضدها بأنها ضد الوحدة وضد المصالحة الفلسطينية. ولذلك يعني عندما نجد فصائل مقاومة مثل حماس أو الجهاد الإسلامي أو بعض الفصائل بأدرعها العسكرية هي مرحبة ومقتنعة ومنخرطة ومستبشرة ولو بالحد الأدنى المشترك الفلسطيني فيما بينهم، فنحن لن نكون يعني كما نقول لن نزايد عليهم في هذا الموضوع. نعم. صحيح يعني لا هو السؤال أستاذ ناصر كان على بخصوص برودة الموقف الفلسطيني والعربي من هذه المبادرات، آخرها إعلان الجزائر قوبل ببرودة شديدة وبحالة يأس حتى في داخل فلسطين، فكان السؤال هل حالة اليأس هذه من مثل هذه المبادرات تعكس حالة أعم وهي حالة اليأس مما تنجزه هذه الأنظمة العربية كلها، وأنها حقيقة لا تعبر عن آلام وأحلام الشعوب العربية، وبالتالي يتم التعامل بكل برودة مع كل ما ينتج عن هذه الأنظمة العربية الرسمية؟ هو حالة البرود قد يكون سببها يعني التجارب الفاشلة السابقة، وقد يكون سببها أنه لا يوجد هناك انعكاس إيجابي لهذه الاتفاقيات النظرية من الناحية العملية على الأرض، فالجميع يترقب هل تكون هناك يعني تطبيقات أو تجليات لهذه المصالحة على الأرض، هل يتم الوفاء بما تم الاتفاق عليه أم لا. فلذلك يعني لا يمكن أن نصدر أحكاما مسبقة حتى ولو كانت لدينا تجارب سابقة فاشلة، فالنجاح هو عبارة عن تراكم لتجارب قد تكون فاشلة في السابق، ولكن لا نعدم الإيجابي فيها، وخاصة أن بعض الفصائل وخاصة المقاومة صاحبة المشروع المقاوم تشعر بالتهديد الوجودي، التهديد بتصفية القضية وتصفيتهم بأنفسهم، فهم يجدون متنفسا في مثل هذه الاتفاقيات بفتح الآفاق للمشروع المقاوم وبفتح الآفاق السياسية والعلاقات العامة ومحاولات كسر الحصار السياسي والاقتصادي والأمني عليهم، ويقومون باختراقات ضمن هذه التحولات الإقليمية والدولية، وهم يريدون أن يتسللوا داخل هذا المتاح مع هذه الأنظمة سواء كانت غربية أو كانت عربية. فيعني الذي يهمنا أن لا يتخلوا وأن لا يجروا إلى مربع يكبل مشروعهم التحقيقي. واضح. ولذلك هم حريصون على أن الاتفاق يشمل أن هذا الاتفاق يكون ضمن مشروع فلسطيني وطني تحرري بكل أشكال المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة، وهذا واضح. تقدم وهذا يعتبر تقدم خاصة مع الفصائل التي لا تؤمن بالمقاومة المسلحة. شكرا دكتور ناصر حمددوش الناشط السياسي والكاتب كذلك كنت معي من الجزائر. دكتور أختم معك الأمين، يعني كيف تنظر أو ما هو موقفك من عودة حماس إلى دمشق، وكان هناك تصريح لافت بأن اللقاء مع رئيس النظام السوري كان تاريخيا ومهما، في المستقبل كيف تنظر إلى سير هذا المشروع، مشروع المقاومة، مع أخذ في الاعتبار الأحداث الداخلية الأخيرة؟ نعم، هو دكتور سمير أخويا خليني أحكي لك حكاية ونحن نجيب في المباشر عن يعني سؤالكم. في
يعني تقريبا نهاية الستينات كتب المفكر المصري ومحامي القضية الفلسطينية الدكتور راسب صيب الدولة كتاب عنوانه التقدم على الطريق المسدود، يعني أن ارتباط المقاومة الفلسطينية بالنظام الرسمي العربي وتحويل فتح حركة التحرر العربي هذيك إلى منظمة التحرير الفلسطينية يعني فلسطنتها، قال هو ربطها بالنظام الرسمي العربي وبالتالي هي تتقدم على طريق مسدود. كتب ناجي علوش وهو يعني كما تعلمون أحد أبرز رموز التفكير ويعني في المقاومة الفلسطينية، قال له أنت تزايد علينا، وصار فيه ملاسنات، وبعد سنتين بالضبط نزل كتاب قدم فيه نقد ذاتي للدكتور أبصير الدولة، قال له نعم نحن نتقدم على الطريق المسدود، النظام الرسمي العربي يحول فصائل المقاومة الفلسطينية إلى فصائل مرتبطة بالمخابرات النظام الرسمي العربي. وبالتالي أستاذي أنه في المؤتمر إعلان الدولة يعني في الجزائر لاحقهم هذا الرجل يعني هذا المحامي وكان حاضر مع كل الفصائل الفلسطينية وأعاد الجملة التالية أستاذ وأسميها من نبوءاته: المقاومة الفلسطينية لن تنتصر على الأرض ما لم تفك الارتباط بالنظام الرسمي العربي وترتبط بالشارع العربي. قالوا له كيف؟ عفوا أستاذ. قال لهم ساعة يثور هذا الشعب العربي ضد نظمه ضد النظام الرسمي العربي سيكون الحاضنة الطبيعية للمقاومة. أخي سمير تذكرون في نهاية 2010 طيلة 2011 و2012 كان قمة الكابوس على الكيان الصهيوني على اعتبار ثورات الشعب العربي المتزامنة بيسقط الفساد والاستبداد والشعب يريد تحرير فلسطين. ساعتها منظمة يعني حماس يعني ارتمت في قلبي هذه الثورات يعني كانها تطبق تلك الوصيه، زارت تونس وزارت يعني الاقطار معناها ذهبت الى مصر وتعرفون معناها كانت نعم. القوافل تخرج وانا كنت شاهد عيان عليها نعم. تخرج حافلات من الجزائر تعبي في تونس تعبي في ليبيا تعبي في مصر وتبيت في غزه. وزير خارجيه تونس يذهب علنا في واضحه النهار لزيارة المقاومة، استقبال قادة المقاومة في تونس علنا، يعني كانت الثورات الديمقراطية الحاضنة الطبيعية إلى يعني المقاومة. يقول لي دكتور سمير اليوم يعودون إلى النظمة التي ثار ضدها الشعب العربي، هي علامة على انكسار إلى حين على الأقل انكسار ظهر هذه الثورات وعودة المقاومة الفلسطينية إلى قيدها، يعني عودتها إلى النظام الذي باسم المقاومة الفلسطينية أسر الشعب نعم. العربي. كم ستستمر هذه العودة؟ كم سيستمر هذا الأسر كما سميته؟ أخي الفاضل يكفيك أنه معناها يعني سيتم الربط الأخلاقي، كان ثم ربط أخلاقي بين المقاومة الفلسطينية وثورات الشعوب نعم. اليوم وكأنه إعادة ربط المقاومة الفلسطينية بنظام رسمي عربي يدمر ويأسر ويحتل شعبه، هذا جانب. اثنين أستاذ بس بالكاشف أن النظام الرسمي العربي ما يمده باليمين إلى المقاومة يسترده. أنت شوف النظام المصري أستاذ، من يستقبل بالقادة يعني المقاومة؟ المخابرات المصرية، وزارة الداخلية نعم. يعني هم ملف عند النظام الرسمي العربي، المقاومة ملف موضوع لدى هذا النظام الرسمي العربي. يعني الخسارة الكبرى هي الخسارة الأخلاقية، بعدما الشعب الفلسطيني الذي كان سباق إلى الارتماء وإلى تشجيع وإلى إسناد نعم. هذه الثورات اليوم يعود إلى النظام الرسمي العربي في خسارة أخلاقية أولا. اثنين سيعود إلى أنه يعني التحكم فيها يا دكتور سمير. شكرا جزيلا، كنا أود أن أواصل لأن الوقت انتهى، الموضوع ذو شجون ويستحق حديث طويل لكن الوقت سلطان كما يقال. أشكرك دكتور لميل بوعزيزي الكاتب والأكاديمي، كنت معي من تونس، كما أشكركم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. بإذن الله موعدنا يتجدد السبت المقبل في موضوع جديد نناقشه. السلام عليكم.